بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين، أما بعد، فقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: تفسير سورة المزمل وهي مكية. قال الحافظ أبو بكر بن عمرو بن عبد الخالق البزار قال: حدثنا محمد بن موسى القطان الواسطي. قال الحافظ أبو بكر بن عمرو بن عبد الخالق البزار حدثنا محمد بن موسى القطان الواسطي قال: حدثنا معلى بن عبد الرحمن قال: حدثنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر رضي الله عنه أنه قال: اجتمعت قريش في دار الندوة، فقالوا: سموا هذا الرجل اسما يصد الناس عنه. فقالوا: كاهن. قالوا: ليس بكاهن. قالوا: مجنون. قالوا: ليس بمجنون. قالوا: ساحر. قالوا: ليس بساحر. فتفرق المشركون على ذلك، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فتزمل في ثيابه وتدثر فيها، فأتاه جبريل عليه السلام فقال: يا أيها المزمل، يا أيها المدثر. ثم قال البزار: معلى بن عبد الرحمن قد حدث عنه جماعة من أهل العلم واحتملوا حديثه، لكنه تفرد بأحاديث لا يتابع عليها. بسم الله. تخريجه حسن عليكم. قال: أخرجه البزار وسنده ضعيف جدا، لأن معلى بن عبد الرحمن متهم بالوضع، وينظر المصدر السابق، فقد قال الحافظ ابن حجر: كذبوه. هذا من المحشدة بشير، حكمة بن بشير ياسين، وموقوف على جابر، عن جابر. نعم، لكن ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن جابر. بلغ ذلك عن جابر رضي الله عنه قال: اجتمعت قريش في دار الندوة، فقالوا: سموا هذا الرجل اسما يصد الناس عنه. فقالوا: كاهن. قالوا: ليس بكاهن. قالوا: مجنون. قالوا: ليس بمجنون. قالوا: ساحر. قالوا: ليس بساحر. فتفرق المشركون على ذلك، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فتزمل في ثيابه وتدثر فيها، فأتاه جبريل عليه السلام فقال: يا أيها المزمل، يا أيها المدثر. ثم قال البزار: معلى بن عبد الرحمن قد حدث عنه جماعة من أهل العلم واحتملوا حديثه، لكنه تفرد بأحاديث لا يتابع عليها. يعني شو المقصود الآن؟ يعني يسمى مزمل ومدثر، سموه بأسماء. ما استفادوا الآن؟ ما الأثر وش الفائدة؟ ما حصل شيء. يسمىه المدثر ومزمل، هذا نزلت الآيات. بعد الوحي. ايش قال؟ فنزل جبريل فقال ايش؟ قال: فأتاه جبريل عليه السلام فقال: يا أيها المزمل، يا أيها المدثر. هذا في أول وحي، لما حصل شدة قال: زملوا زملوا، دثروا دثروا. يعني بس هذا السنة الضعيف. طيب، هل سموها الآن؟ هم ما التسمية ليست من عندهم. ها؟ هو المناسبة أنه قال فسموه؟ ما سموه. إيه، المناسبة أنه قال: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فتزمل في ثيابه وتدثر فيها. طيب، فأتاه جبريل فقال: يا أيها المزمل، يا أيها المدثر. طيب، ما سماه المشركون. من الذي سماه يا مزمل المدثر؟ ما وش الفائدة من الأثر هذا؟ تزمل بسبب أن قال أنه مجنون، كان هذا سبب تزمل الرسول. إيه، ما حل، بس لكن التسمية هم يريدون يسمونه بتسمية من عندي، ويقول سموه باسم ليش؟ يتصف الناس عنه. نعم، ما حصل شيء منهم. حصل منهم شيء؟ سموه بشيء صرف الناس عنه؟ ما قبل قالوا ساحر كاهر. المجنون على أن آخر شيء من ساحر. إيه، لكن ما نعم سبحان المهم ضعيف هذا. ها، نعم، بعد
أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. يأمر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يترك التزمل وهو التغطي في الليل. وينهض إلى القيام لربه عز وجل، كما قال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم ممتثلا ما أمره الله تعالى به من قيام الليل، وقد كان واجبا عليه وحده، كما قال تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهاهنا بين له مقدار ما يقوم، فقال تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. قال ابن عباس والضحاك والسدي: يا أيها المزمل، يعني يا أيها النائم. وقال قتاده: المزمل في ثيابه. وقال إبراهيم النخعي: نزلت وهو متزمل بقطيفة. وقال شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال من؟ شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: يا أيها المزمل، قال: يا محمد، زملت القرآن. وقوله تعالى: نصفه بدل من الليل. زملت يعني حملت القرآن. نعم. وقوله نعم. وقوله تعالى: نصفه بدل من الليل، أو انقص منه قليلا أو زد عليه، أي أمرناك أن تقوم نصف الليل بزيادة قليلة أو نقصان قليل، لا حرج عليك في ذلك. وقوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، أي اقرأه على تمهل، فإنه يكون عونا على فهم القرآن وتدبره. وكذلك كان يقرأ صلوات الله وسلامه عليه. قالت عائشة رضي الله عنها: كان يقرأ السورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كانت مدا، ثم قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بسم الله، ويمد الرحمن، ويمد الرحيم. وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كانت مدا، ثم قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بسم الله، ويمد الرحمن، ويمد الرحيم. يعني مد هذا ما الطبيعي، يعني لأنه لا يمدها مثل يخل بالقراءة، وهذا لابد من المد الطبيعي ليأخذ الحرف حقه، لأنه لو لم يعطيه حقه صار يقرأ بسم الله يا أيها الرحمن الرحيم، يذهب المدة الرحمة، يمد الرحمن، يمد الرحيم، الرحمن الرحيم، لكن إذا لم تقول الرحمن الرحيم فات المد، الرحمن الرحيم. وليس المراد المد يعني الطويل، المراد هو المد الطبيعي حركتان، الرحمن الرحيم، هذا المد، يعني لا يسرع في الحرف بحيث يقصر المد ويخل بالحرف، الرحمن الرحيم. فبعض الناس قد يخل بهذا من شدة السرعة، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا من شدة السرعة يخل بهذا، يخل بالمد، كان يمد الرحمن الرحيم، طبيعي لا بد منها لأنها لا يكمل يعني الحرف إلا بها،
نعم. أحسن الله بكم. وقال ابن جرير عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يقطع قراءته آية آية: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قال إيش؟ قال ابن جرير. وقال ابن جرير عن أحسن الله جريج. قال ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يقطع قراءته آية آية: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. يعني يقف على رؤوس الآية تخريجه. هنا قال الحافظ رواه أحمد وأبو داود والترمذي، قالوا في الحاشية تقدم تخريجه. الحكم حكم عليه بإيش؟ هنا قالوا جيد، لا قال أيضا تقدم في الفاتحة. مستحب الوقوف على رؤوس الآية يكون أفضل، ولو وصل آيتين فلا بأس، لكن يكون وقف على رؤوس الآية أفضل. نعم الله. شوف في الفاتحة وش حكم عليه هناك. الحديث كان يقطع قراءة، كان عائشة عن عائشة قالت كان يقطع قراءته آية آية. نعم. عن أم سلمة رضي الله عنه رضي الله عنها أنها سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يقطع قراءته آية آية: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. رأي شوف كلامه عليه، واحد منكم شوف كلامه عليه في الفاتحة. ضعيف. ها؟ ضعيف. هنا في تخريج سنن أبي داود قالوا أحسن الله عليكم رجاله ثقات، إلا أنه اختلف فيه على عبد الله بن أبي مليكة كما أوضحناه في مسند أحمد. فمرة يروى عن ابن أبي مليكة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة يروى عن أم سلمة، ومرة يروى عنه عن يعلى بن مملك عن أم سلمة كما سلف، ويعلى بن مملك مجهول. ومع ذلك فقد صحح هذا الحديث ابن خزيمة والدارقطني والحاكم، لكن قال الترمذي هذا حديث غريب، وقال الذهبي في السير غريب منكر وإسناده نظيف. إسناده نظيف؟ إسناده نظيف كيف يكون؟ كيف يكون منكر؟ مسند الإمام أحمد قالوا صحيح لغيره، وهذا السند رجاله ثقات. لكن كيف يكون الذهبي يقول منكر؟ وإسناد نظيف كيف يجتمعان؟ النكرة في إيش؟ ها؟ الترمذي؟ لا الذهبي شو ليش منكر؟ نعم. وإسناده نظيف؟ نعم. كيف يجتمعان؟ لعله يقصد أنه شاذ أو ها؟ السماع الشاذ؟ الشاذ غير المنكر، المنكر الشاذ يكون السند صحيح. نعم، لكن المتن شاذ، أما المنكر يكون السند ضعيف. سند الإمام أحمد قال يحيى بن سعيد الأموي قال حدثنا ابن جريج عن عبد الله بن مليكة عن أم سلمة أنها سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان قالوا حكم الحديث صحيح لغيره، وهذا سند رجاله ثقات. طيب، يعني يكون الأفضل أفضل يعني الوقوف على رؤوس الآيات، وإن وصل فلا حرج. نعم. الله. نعم. نعم هذا هو الأفضل. نعم. وعند المالكية. نعم. المالكية اليوم لا يقفون على رؤوس الآيات عندهم وقوف. المالكية اليوم في بلاد المغرب لا يقفون على رؤوس الآيات، عندهم وقوف مكتوب محددة في المصحف. إيه؟ لا توافق رؤوس الآيات.
يعني يمشون على المصحف يعني المراد القدامى ليس المراد العصري المعاصري إلا إذا كان هناك يعني علامات في المصحف يمشون عليها. نعم هناك علامات في المصحف وضعها بعض المتأخرين. إيه لا لا ليس العبرة في المتقدمين. نعم. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عاصم عن زر عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقال لصاحب القرآن اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ورواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث سفيان الثوري به. وقال الترمذي حسن صحيح. وقد قدمنا في أول التفسير الأحاديث الدالة على استحباب الترتيل وتحسين الصوت بالقراءة كما جاء في الحديث زينوا القرآن بأصواتكم وليس منا من لم يتغن بالقرآن ولقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود يعني أبا موسى ويتغنى يعني يحسن صوته ومزمارا يعني صوت الحسن. المزمار يطلق على الصوت الحسن يطلق على الغناء من الأضداد. الصوت الحسن يسمى مزمار والصوت السيء يسمى مزمار. نعم أحسن الله عليكم. فقال أبو موسى رضي الله عنه المزمار لأصحاب الغناء يسمى مزمار والصوت الحسن للقراء يسمى مزمار. نعم. فقال أبو موسى رضي الله عنه لو كنت أعلم أنك كنت تسمع قراءتي لحبرته لك تحبيرا يعني لحسنته لك تحسينا. هل هذا رياء من أبي موسى؟ هل يعتبر رياء؟ ولحبرته لك ها؟ نعم يريد إيش؟ يقول حبرته لك يعني ولعله نعم حسنته ولعله أيضا يريد يعني أن يقره النبي على ذلك يكون سنة لحبرته لك من أجل أن تستمع وتقر لي هل هو مشروع أو غير مشروع وليس المراد الرياء. ويقرأ لله ولو كان رياء لأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن الله عليكم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لا تنثروه نثر الرمل ولا تهذوه هذ الشعر. وعن مسعود عندكم الرمل. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لا تنثروه نثر الرمل معروف الدقل دقل. نعم هو قال في نسخة أخرى ها عندك الرمل هذا عندي في هذه الطبعة الرمل لكن كأنه مصحف. نعم تكلم عليه طبعة الشعب الرمل. ولا تهذوه هذا الشعر قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. رواه البغوي صحيح سند على مسعود. قال أخرجه البغوي من طريق إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود ويشهد له حديث البخاري التالي. طيب. وقال البخاري حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة قال سمعت أبا وائل رضي الله عنه قال سمعت أبا وائل قال جاء رجل إلى ابن مسعود رضي الله عنه فقال قرأت المفصل الليلة في ركعة فقال هذا كهذ الشعر لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن فذكر 20 سورة من المفصل سورتين في ركعة. فذكر لقد عرفت القرائن لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن. نعم. فذكر 20 سورة من المفصل سورتين في ركعة. ذكر 20 سورة نعم من المفصل سورتين في ركعة. هذا تخريجه قال أخرجه البخاري البخاري هو قال نعم طيب خلاص. قال وقد ذكر الحافظ ابن حجر عدة روايات تفصح عن السور النظائر. أحسن الله عليكم. وقوله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا قال الحسن وقتاده أي العمل به.
وقيل ثقيل وقت نزوله من عظمته، كما قال زيد بن ثابت رضي الله عنه: أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي فكادت ترض فخذي. وقيل إيش؟ وقيل وقيل ثقيل وقت نزوله من عظمته، كما قال زيد بن ثابت رضي الله عنه: أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي فكادت ترض فخذي. وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة قال حدثنا الأول قال قول الثقيلة يعني العمل به، قال الحسن نعم وقتادة أي العمل به، نعم ولا معنى من السلم ريد العمل به ثقيل، وأيضا هو ثقيل من أجل حين نزوله من أجل عظمته من عظمته، نعم أحسن الله عليكم. وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عمرو بن الوليد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، هل تحس بالوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسمع صلاصل ثم أسكت عند ذلك. أسمع صلاصل ثم أسكت عند ذلك، فما من مرة يوحى إلي إلا ظننت أن نفسي تقبض. تفرد به أحمد. في ابن عليه ضعيف هذا، إشكال عليه. قال: أخرجه الإمام أحمد وضعف سنده محققوه. كانت نفسي أن تذهب أن تقبض، أن تقبض إلا ظننت نفسي ظننت أن نفسي ضعيف تقبض. ثقيل في ثقل، لكن ما يصل إلى حد هذا، إلى حد هذا هذا أقول هذا من أهل ضعيف كنا نفسه تصل إلى هذا الحد، إنما يجد شدة ومشقة لكن ما تصل إلى أنه يخشى أن تقبض نفسه. نعم تحديدين الكلام عن وقوف على رؤوس الإسلام. يسن في موقع الإسلام جواب والسؤال، سؤال وجواب. يستن الوقوف على رؤوس الآية وإن تعلقت بما بعدها في أصح قولي العلماء. قال ابن القيم رحمه الله: كان صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته ويقطع قراءته ويقف عند كل آية فيقول: الحمد لله رب العالمين، ويقف: الرحمن الرحيم، ويقف: مالك يوم الدين. وذكر الزهري أن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت آية آية، وهذا هو الأفضل، الوقوف على رؤوس الآية وإن تعلقت بما بعدها. وذهب بعض القراء إلى تتبع الأغراض والمقاصد والوقوف عند انتهائها واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته أولى. واتباع إلى تتبع الأغراض والمقاصد إلى تتبع الأغراض والمقاصد والوقوف عند انتهائها. قال: واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته أولى. وممن ذكر ذلك يعني القول الأول يعني نعم أين وممن ذكر ذلك البيهقي في شعب الإيمان وغيره، ورجح الوقوف على رؤوس الآية وإن تعلقت بما بعدها. وقال ابن الجزري رحمه الله تعالى: عد بعضهم الوقف على رؤوس الآية في ذلك سنة. وقال أبو عمرو وهو أحب إلي، واختاره أيضا البيهقي في شعب الإيمان وغيره من العلماء. وقالوا: الأفضل الوقوف على رؤوس الآيات وإن تعلقت بما بعدها. قالوا: واتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته أولى. ثانيا: يدل على ذلك ما ثبت في السنة من كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف على رؤوس الآي، فروى أبو داود والترمذي واللفظ له عن أم سلمة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته يقرأ الحمد لله رب العالمين ثم يقف، الرحمن الرحيم ثم يقف. قال ابن الجزري رحمه الله: حديث حسن وسنده صحيح، وصححه الألباني في صحيح أبي داود. قال القاري رحمه الله: يقطع قراءته أي يقرأ بالوقف على رؤوس الآية. وروى أحمد عن النافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال نافع: أراها حفصة أنها سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إنكم لا تستطيعونها. قال: فقيل لها: أخبرينا بها. قال: فقرأت قراءة ترسلت فيها. قال نافع: فحكى لنا ابن أبي مليكة: الحمد لله رب العالمين، ثم قطع: الرحمن الرحيم، ثم قطع: مالك يوم الدين.
قال محقق المسند رجاله ثقات رجال الشيخين وصححه الألباني. وروى الترمذي والنسائي عن يعلى بن مملك أنه سأل أم سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلاته قالت ما لكم وصلاته، ثم نعتت قراءته فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا. صححه الترمذي والحاكم وحسنه البغوي في شرح السنة وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي. قال السخاوي رحمه الله تعالى قولها مفسرة حرفا حرفا ما سبق في الحديث الأول من الوقف على رأس الآية. وذهب بعض أهل العلم إلى عدم الوقوف على أواخر الآية إذا كان شديد التعلق بما بعده، كقوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال زكريا الأنصاري رحمه الله يسن للقارئ أن يتعلم الوقوف وأن يقف على أواخر الآية إلا ما كان شديد التعلق بما بعده، كقوله تعالى ولفتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، وقوله لأغوينهم أجمعين، لأن اللام في الأول واللام في الثاني متعلقان بالآية قبلهما. والأرجح الوقوف على رؤوس الآية مطلقا وإن كان شديد التعلق بما بعده لظاهر السنة. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى وقوف القارئ على رؤوس الآيات سنة، وإن كانت الآية الثانية متعلقة بالأولى تعلق الصفة بالموصوف أو غير ذلك انتهى، وإنما يمنع من القطع والتوقف عن القراءة تماما إذا أخل بالمعنى، كمن يقرأ فويل للمصلين ثم ينهي القراءة ولا يقرأ الآية التي وإنما يمنع من القطع والتوقف عن القراءة تماما إذا أخل بالمعنى، كمن يقرأ فويل للمصلين ثم ينهي القراءة ولا يقرأ الآية التي بعدها. يعني الحاصل هذا هو الأفضل ولا مانع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد قول الله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف، وهو أنه عليه الصلاة والسلام زمل ودثر لما جاءه الوحي في أول البعثة، وحصل له رب من جبريل رآه على صورة التي خلق عليها وغطه ثلاث مرات ويقول له اقرأ، ويقول ما أنا بقارئ أن لست قارئا. ثم ذهب إلى زوجي خديجة وقال دملون زملون زملون دثرون دثرون، فجاءه جبريل جاءه الوحي يا أيها المزمل يا أيها المدثر، هذا وصف لأوصافه عليه الصلاة والسلام حيث فيها في تلك الحال لما تدثر بالثياب وتزمل بها فطب يا أيها المزمل قم الليل يا قليل انهض لقيام الليل، هذا أمر بقيام الليل، وهذا في دليل على أن قيام الليل واجب على النبي صلى الله عليه وسلم، أما الأمة فليس بواجب. وقال آخر من العلم إن قيام الليل كان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم والأمة في السنة الأولى، ثم خفف عن الأمة وبقي الوجوب في حق النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، يعني انهض لقيام الليل، فامتثل النبي صلى الله عليه وسلم أمر ربه، وهذا الأمر الوجوب، وكما قوله تعالى في آية الإسراء أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق أقيم الصلاة، فالأمر الوجوب يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. ثم قال نصفه أو انقصه من قليل، هذا بدل مما إلا قليلا، هذا قيل بينه وفسر بقول نصفه أو انقص منه قليل أو زد عليه، يعني قم الليل إلا قليلا، قم الليل إلا يعني قم الليل يعني نصف الليل أو زد على النصف أو انقص من النصف، لا حرج في ذلك، قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فامتثل النبي صلى الله عليه وسلم ربه. ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى العشاء أوى إلى فراشه، فإذا كان نصف الليل أو قبله بقليل أو بعده قليل قام يصلي امتثالا لأمر الله في هذا، ومن الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليل أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، فيه أمر بترتيل القراءة، ورتل القرآن ترتيل، لأن ترتيل وسيلة إلى التدبر، والتدبر هو التفهم والتعقل لمعانيه. وظاهر
النصوص أن التدبر واجب حسب الإمكان، لأن الله تعالى أنكر على من لا تدبر، قال أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والاستفهام للإنكار لمن يتدبر، وترتيل القرآن وسيلة للتدبر، ورتل القرآن ترتيلا، ومعنى الترتيل قراءته بتعدة وتمهل وعدم السرعة، بحيث أن السرعة تخل بالمدود الطبيعية بالقراءة الطبيعية. ولا يلزم من ذلك أن من قول رتل القرآن ترتيلا أنه يلتزم بأحكام التوجيه، بأحكام التوجيه التي ذكرها القراء، وإنما هذا باب الاستحسان، فالالتزام بأحكام التجويد هذا أفضل وأحسن، ولكنه ليس بواجب، إنما الواجب قراءة القرآن قراءة مفسرة واضحة، يخرج الحروف من مخارجها ولا يخل بالحروف الطبيعية، فتكون القراءة والحرف والكلمات واضحة، لم يسقط منها شيء، ولم يحصل تقصير في المد الطبيعي لكل حرف من الحروف. ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وهو القرآن ثقيل العمل به، لأن التكاليف فيها ثقل، ولكن التكليف يعني فيه مشقة، ولكنها مشقة محتملة، وكذلك الترتيل فهو مشقة في مشقة محتملة. ورتل القرآن ترتيلا، فرتل القرآن وإنا سنلقي عليه قولا ثقيلا، لأن العمل به ثقيل، الالتزام بالواجبات، والالتزام بالواجبات في مشقة ولكنها محتملة، تكاليف، ولذلك سمي تكاليف، والتكليف في مشقة لكنها محتملة. وقيل إن سنلقي عليه قولا ثقيلا، يعني ثقيلا عند نزوله من أجل عظمته، كان يحصل عند الشدة، حتى إنه إذا نزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد يتفصد جبينه عرقا كما قالت عائشة رضي الله عنها. ولما قرأ عليه الصلاة والسلام وفخذوا على فخذه زيد كان ترض، فهو ثقيل، ولكنه لا يصل إلى أنه إلى خروج النفس، إلى أنه يخشى خروج النفس كما جاء في الحديث الذي سبق، فإنه لا يصح هذا، لا يصل هذا إلى هذا، ثقيل ومشقة، لكنه لا يصل إلى أنه يظن أنها تخرج نفسه معه. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. نعم. أحسن الله إليكم. ورتل القرآن ترتيلا. مثل ما سبق، ترتيل قراءة مرتلة متعدة وتأمل، وإخراج حروف مخارجها، وعدم إسقاط شيء من الحروف، وعدم الإخلال بحروف المدود الطبيعية. أما التزام بأحكام التجويد المدود وغيرها فهذا عند المحققين أنهم باب الاستحباب وليس من باب الوجوب. نعم. أحسنكم مع العمل الذين أتيناهم الكتاب يتلون حق تلاوته. نعم، يعني يعملون بحق العمل، يعني الاتباع يعني التلاوة نوعان، تلاوة لفظية وتلاوة حكمية. التلاوة اللفظية وسيلة إلى التلاوة الحكمية، التلاوة الحكمية على تصديق الأخبار وتنبيذ الأحكام. تطلق التلاوة على القراءة وتطلق على العمل. والذين يتلون الكتاب يتلون حق تلاوته، يعني هذه المراد التلاوة الحكمية، يعملون بحق العمل، وهي التي عليها مدار السعادة والشقاوة، التلاوة الحكمية. لأن القرآن تلاوة يقرأه البر والفاجر، كما جاء في الحديث مثل المنافق الذي يقرأ القرآن. التلاوة اللفظية ليست عليها مدار السعادة والشقاوة، قد يقرأه المؤمن والفاجر، إنما مدار السعادة على التلاوة الحكمية، وهي تصديق الأخبار وتنفيذ الأحكام. والقراءة اللفظية فيها أجر وفيها ثواب،
عبادة كل حرف عشر للمؤمن، والمنافق يقرأه ولا يزداد بذلك إلا وبالا. نعم، صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليكم. وفي أول صحيح البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي، فقال أحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس. وفي إيش؟ وفي أول إيش؟ وفي أول صحيح البخاري. نعم. عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي، فقال أحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. هذا لفظه. ملك النوعية من الوحي، ينزل عليه الوحي وهو شد عليه فيتفصد جبينه عرقا، والنوع الثاني أن يتمثل له الملك رجلا فيكلمه، والنوع الثالث أنه يلقى الوحي في روعه في قلبه، كما قال عليه الصلاة والسلام إن جبريل نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، والنوع الثالث أن يكلمه الله من وراء الحجاب كما كلمه ليث الأسرى، والنوع الخامس الرؤية الصادقة، فلا يرى الرؤيا إلا وقعت مثل فلق الصبح. هذه خمسة أنواع. هل في نوع سادس؟ يعني تمثله الملك رجلا يكلمه الله من وراء الحجاب، يكون وحي يلقى في روعه، وحين مثل صلصلة الجرس فيتفصد عنه. ها؟ إيه ذكرنا. نعم، هي خامس. هل في نوع آخر؟ وما قال الله وما كان لبشر يكلمه لا وحي إلا وحي أو من وراء حجاب إلا وحي أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، يأتيه ملك فيكلمه، هذا يرسل رسولا إلا وحي كان مراد وحيا إلقاء الوحي في روعه، فقاله إلا وحيا في سورة الشورى، قوله إلا وحيا، تكون هذه أنواع إيش؟ أنواع الوحي، قوله إلا وحيا في سورة الشورى. شوف كلامه. بسم الله عليكم. هل يقام أن المعجزة للنبي والكرامة للأولياء؟ نعم. يقال أن الوحي للأنبياء وش بعده عندك الآن؟ وقال الإمام أحمد اقرأ. وقال الإمام وحي خلوا أعطوا المكبر اقرأ خلوا قريب اقرأ لا مع موقف النسخة عندي ليست من القحة. ها يستجيب اقرأ له. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في قول الله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، قال الحسن وقتادة أي العمل به. وقال الإمام أحمد حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن حبيب عن عمرو بن الوليد وقال الإمام أحمد حدثنا سليمان بن داود أخبرنا عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان ليوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته فتضرب بجيرانها. وقال ابن جرير حدثنا ابن عبد الأعلى قال إيش وقال الإمام أحمد إن كان وحي إيش
وقال الإمام أحمد حدثنا سليمان بن داود أخبرنا عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان لا يوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته فتضرب بجيرانها. وقال ابن جرير يعني من شدة الوحي. نعم مش قال على تخريجه. قال أحسن الله إليكم تضرب بجيرانها من شدة يعني من ثقل الوحي. نعم. وقال ابن جرير حدثنا ابن عبد الأعلى حدثنا ابن ثور عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوحي إليه وهو على ناقته وضعت جيرانها فما تستطيع أن تحرك حتى يسرع عنه. وهذا مرسل. الجيران هو باطن العنق. واختار ابن جرير أنه ثقيل من الوجهين معا كما قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم كما ثقل في الدنيا ثقل يوم القيامة في الموازين. وقوله اختار ابن جرير المرسل الأول مرسل على الأول مرسل يقول نعم وهذا مرسل. الجيران هو من هو من كلام من هشام بن عروة عن أبيه يعني موقف على عروة مرسل. طيب نعم واختار ابن جرير أنه ثقيل من الوجهين معا كما قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ثقيل من الوجهين معا نعم يعني من جهة العظمة وجهة العمل به مثل ما سبق. نعم كما قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم كما ثقل في الدنيا ثقل يوم القيامة في الموازين. وقوله إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا ثقل في الموازين يعني ثقل العمل ثقل في الموازين يعني ثواب العمل به. نعم قال أبو إسحاق عن سعيد إيش وقال واختاره ابن جرير أنه ثقيل من الوجهين معا كما قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم كما ثقل في الدنيا ثقل يوم القيامة في الموازين. وقوله إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا قال أبو إسحاق عن سعيد بن جبير قال أبو إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس نشأ قام بالحبشية. وقال عمر وابن عباس وابن الزبير الليل كله ناشئة وكذا قال مجاهد وغير واحد. يقال نشأ إذا قام من الليل وفي رواية عن مجاهد بعد العشاء وكذا قال أبو مجلز وقتادة وسالم وأبو حازم ومحمد بن المنكدر. والغرض أن ناشئة الليل هي ساعاته وأوقاته وكل ساعة منه تسمى ناشئة وهي الآنات. والمقصود أن قيام الليل وهي الآنات الآنات ولا الآناء عندي أحسن عليكم آنات بالتاء آنات ومن آناء الليل هنا من آناء ما في تاء ومن آناء الليل قال آناء ما قال آنات الليل كلا جمع لها جمعان. شوف اللغة قاموس آناء وآنات أنا وإيش وهي الآنات والمقصود أن قيام الليل هو أشد مواطأة بين القلب والسمع قبل المقصود الآنات. والغرض أن ناشئة الليل هي ساعاته وأوقاته وكل ساعة منه تسمى ناشئة وهي الآنات. والمقصود أن قيام الليل لكن قال بعضهم أنها لا تسمى ناشئة إلا إذا كان بعد نوم بعد رقدة سمى ناشئة ناشئة الليل آناء الليل وآناء يعني ساعاته ساعات الليل ووقت الليل ساعاته ودقائقه سمى آناء. قال بعضهم لا تسمى ناشئة إلا إذا سبقها نوم أو رقدة. ما ذكر هذا لا. الناس شوف القرطبي في قول ناشئة الليل نعم. والمقصود أن قيام الليل هو أشد مواطأة بين القلب واللسان وأجمع على التلاوة ولهذا قال هي أشد وطئا وأقوى مقيلة. والمقصود
والمقصود أن قيام الليل هو أشد مواطأة بين القلب واللسان، وأجمعوا على التلاوة، ولهذا قال هي أشد وطئا وأقوى مقيلة، أي أجمعوا للخاطر في أداء القراءة وتفهمها من قيام النهار، لأنه وقت انتشار الناس ولغط الأصوات وأوقات المعاش. قال الحافظ أبو يعلى الموصلي حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الأعمش أن أنس بن مالك قرأ هذه الآية إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأصوب قيلة، فقال له رجل إنما نقرأها وأقوم قيلة، فقال له إن أصوب وأقوم وأهيا وأشباه هذا واحد، ولهذا قال إن لك في النهار سبحا طويلة. من قال هذا؟ يقول هذا كنا نقرأها. أنس قال له أن أنس بن مالك رضي الله عنه قرأ هذه الآية إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأصوب قيلة، فقال له رجل إنما نقرأها وأقوم قيلة، فقال له إن أصوب وأقوم وأهيا وأشباه هذا واحد. تخريجه قال رجل أبو يعلى بسنده ومتنه وسنده ضعيف لأن الأعمش لم يسمع من أنس، وضعفه محقق مسنده يعلى وقراءة له وأصوب شاذ. نعم لو صح تكون قراءة شاذة، حتى لو صح قراءة شاذة، لكن كيف هو ضعيف في ضعف، لو صح حمل مثل قراءة عائشة حفظ الصلاة والصلاة الوسطى صلاة العصر، ومثل قراءة ابن مسعود في صيام ثلاثة أيام متتابعات، وقراءة شاذة لو صح، لكن ما صح. نعم. نعم قد تتوارد اللغات على كلمة تكون موجودة في جميع اللغات، أو أنها العرب يتكلمون بها فتكون من لغتهم وأصلها من الحبشة. نعم. ولهذا قال إن لك في النهار سبحا طويلا، قال ابن عباس وعكرمة وعطاء بن أبي مسلم الفراغ والنوم، وقال أبو العالية ومجاهد وأبو مالك والضحاك والحسن وقتادة والربيع بن أنس وسفيان الثوري فراغا طويلا، وقال قتادة فراغا وبغية ومنقلبة. إيش قال؟ قول إن لك في النهار سبحا طويلا. ولهذا قال إن لك في النهار سبحا طويلا، قال ابن عباس وعكرمة وعطاء بن أبي مسلم الفراغ والنوم، وقال أبو العالية ومجاهد وأبو مالك والضحاك والحسن وقتادة والربيع بن أنس وسفيان الثوري فراغا طويلا، وقال قتادة فراغا وبغية ومنقلبا، وقال السدي سبحا طويلا تطوعا كثيرا، وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله إن لك في النهار سبحا طويلا قال لحوائجك فأفرغ لدينك الليل. فافرغ عندي بهمزة، فافرغ لدينك الليل. فافرغ ولا ففرغ؟ ايش عاد العبارة؟ هذا كمان هذا سبحان طويلا، نقول النوم والغفلة هذا بعيد، لكن المراد يعني فراغا شغل وقتا طويلا لمعايشك وحوائجك، تفرغ لقيام الليل واترك النهار لمعايشك وحوائجك فإنه وقت طويل. شيء قاله إيه؟ وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله إن لك في النهار سبحا طويلا قال لحوائجك فأفرغ لدينك الليل، قال وهذا حين كانت صلاة الليل فريضة. فأفرغ لدينك كذا مضبوطة عندي أحسن عليكم بالهمزة. فأفرغ نعم. فأفرغ لدينك نعم. لما جاءت اللام فأفرغ لدينك، لو كان أفرغ ما تتعدى، تتعدى باللام. نعم. فأفرغ لدينك الليل. قال وهذا حين كانت صلاة الليل فريضة، ثم إن الله من على العباد فخففها ووضعها، وقرأ قم الليل إلا قليلا إلى يعني عن الأمة وبقي الوجوب في حق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إلى آخر الآية حولا كاملا، كانوا يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يقومون الليل
حتى نزل آخر السورة إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلث الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين كفروا الله يقدر الليل والنهار علم أن سيكون منكم مرضى وآخر نزل جاء التخفيف كما سيأتي في حديث عائشة أن أنزل المزمل وأمسك آخرها حولا حتى نزل التخفيف عن الأمة قاموا مع النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل نعم يصلون ما يلزم تكون جماعة لكن كانوا يصلون ثم يعني يصلون على سبيل الإجاب ثم جاء التخفيف بعد الحول وبقي التخفيف عن الأمة وبقي الوجوب في حق النبي صلى الله عليه وسلم لعلو مكانته وشرفه وعظم أجره عليه الصلاة والسلام نعم. وقرأ قم الليل إلا قليلا إلى آخر الآية ثم قال إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل حتى بلغ فاقرأ ما تيسر منه الليل نصفه أو ثلثه ثم جاء أمر أوسع وأفسح وضع الفريضة عنه وعن أمته فقال ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا يعني هذا القول أنه حتى النبي صلى الله عليه وسلم جاء التخفيف عنه ثم قال إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل حتى بلغ فاقرأ ما تيسر منه الليل نصفه أو ثلثه ثم جاء أمر أوسع وأفسح وضع الفريضة عنه وعن أمته فقال ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وهذا الذي قاله كما قاله والدليل عليه وهذا الذي قاله كما قاله أقول لمن هذا أسأل. هذا الذي قال عبد الرحمن بن زيد الأسلم قولهم الليل فتجد نافلة لك يعني زيادة في ثوابك وأجرك دل على أن قيام الليل ليس بواجب والحافظ وشول وهذا كما قاله وهذا الذي قاله كما قاله بعده نعم وقال والدليل عليه ما رواه الإمام أحمد في مسنده حيث قال حدثنا يحيى قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام أنه طلق امرأته ثم ارتحل إلى المدينة ليبيع عقارا له بها ويجعله في الكراع والسلاح ثم يجاهد الروم حتى يموت فلقي رهطا من قومه فحدثوه أن رهطا من قومه ستة أرادوا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أليس لكم في أسوة فنهاهم عن ذلك فأشهدهم على رجعتها ثم رجع إلينا فأخبرنا أنه أتى ابن عباس فسأله عن الوتر فقال ألا أنبئك بأعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قال ائت عائشة فاسألها ثم ارجع إلي فأخبرني بردها عليك قال فأتيت على حكيم بن أفلح فاستحلقته إليها فاستلحقته إليها يعني طلبت لحاقه فقال ما أنا بقاربها إني نهيتها أن تقول في هاتين الشيعتين شيئا فأبت فيهما إلا مضية فأقسمت عليه فجاء معي فدخلنا عليها فقالت حكيم وعرفت قال نعم قالت من هذا معك قال سعد بن هشام قالت من هشام قال ابن عامر قال فترحمت عليه وقالت نعم المرء كان عامر قلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ألست تقرأ القرآن قلت بلى قالت فإن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن فهممت أن أقوم ثم بدا لي قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ألست تقرأ هذه السورة يا أيها المزمل قلت بلى قالت فإن الله افترض قيام الليل في أول هذه السورة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا حتى انتفخت أقدامهم وأمسك الله خاتمتها في السماء
12 شهرا، ثم أنزل الله التخفيف في آخر هذه السورة، فصار قيام الليل تطوعا من بعد فريضة. فهممت أن أقوم، ثم بدا لي وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: يا أم المؤمنين، أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: كنا نعد له سواكه وطهوره، فيبعثه الله لما شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوك ثم يتوضأ، ثم يصلي 8 ركعات لا يجلس فيهن إلا عند 8، فيجلس ويذكر ربه ويدعو ويستغفر، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يصلي 9 فيقعد فيحمد ربه ويذكره ويدعو، ثم يسلم ربه ويذكره ويدعو، ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي 2 وهو جالس بعدما يسلم. فتلك 11 ركعة يا بني. 11 ولا 10؟ 11 ركعة يا بني. 11 ولا 11؟ فتلك 11. ما في 10 عندك؟ لا، بدون تاء. 11، نعم. ماذا؟ 11. 11 ركعة يا بني. فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ اللحم، وأخذ اللحم، أوتر بسبع، ثم صلى 2 وهو جالس بعدما يسلم. إيه، هذا المعروف، وأخذه اللحم، ما هو ما بيأخذ اللحم، هو أخذه اللحم. يعني كذا ذكر عندي أحسن الله إليكم في نسخة وأخذه. طيب. وأخذه اللحم أوتر بسبع، ثم صلى 2 وهو جالس بعدما يسلم. فتلك 9 يا بني. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها، وكان إذا شغله عن قيام الليل نوم أو وجع أو مرض صلى من النهار 12 ركعة. ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة، ولا قام ليلة حتى أصبح، ولا صام شهرا كاملا غير رمضان. فأتيت ابن عباس رضي الله عنه فحدثته بحديثها، فقال: صدقت، أما لو كنت أدخل عليها لأتيتها حتى تشافهني مشافهة. هكذا رواه الإمام أحمد. كانت هجرت لما ابن الزبير ولا ابن عباس؟ ابن عباس. نعم. فأتيت ابن عباس فحدثته بحديثها، فقال: صدقت، أما لو كنت أدخل عليها لأتيتها حتى تشافهني مشافهة. هكذا رواه الإمام أحمد بتمامه، وقد أخرجه مسلم في صحيحه من حديث قتادة بنحوه. طريق أخرى عن عائشة في هذا المعنى، قال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع، حدثنا زيد بن الحباب، وحدثنا ابن حميد، حدثنا مهران، قال جميعا، واللفظ لابن وكيع عن موسى بن عبيدة: حدثني محمد بن طحلاء عن أبي سلمة عن عائشة قالت: كنت أجعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصيرا يصلي عليه من الليل، فتسامع الناس به فاجتمعوا، فخرج كالمغضب وكان بهم رحيما، فخشي أن يكتب عليهم قيام الليل، فقال: أيها الناس، اكلفوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حد من الثواب حتى تملوا من العمل، وخير الأعمال ما ديم عليه. ونزل القرآن: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، حتى كان الرجل يربط الحبل ويتعلق، فمكثوا بذلك 8 أشهر، فرأى الله ما يبتغون من رضوانه فرحمهم فردهم إلى الفريضة وترك قيام الليل. ورواه ابن أبي حاتم من طريق موسى بن عبيدة الربذي، وهو ضعيف. موسى بن عبيدة هذا ضعيف، نعم، وهو ضعيف. والحديث في الصحيح بدون زيادة نزول هذه السورة. وهذا السياق قد يوهم أن نزول هذه السورة بالمدينة،
وليس كذلك، وإنما هي مكية. وقوله في هذا السياق إن بين نزول أولها وآخرها 8 أشهر غريب، فقد تقدم في رواية أحمد أنه كان بينهما سنة حولا. نعم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو أسامة عن مسعر عن سماك الحنفي سمعت ابن عباس يقول أول المزمل كانوا يقومون نحو من قيامهم في شهر رمضان، وكان بين أولها وآخرها قريب من سنة. وهكذا رواه ابن جرير عن أبي كريب عن أبي أسامة به. وقال الثوري ومحمد بن بشر العبدي كلاهما عن مسعر عن سماك عن ابن عباس كان بينهما سنة. وروى ابن جرير عن أبي كريب عن وكيع عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس مثله. وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد وهذا يعني كان هذا أحد القولين، لأن نسخ يعني قيام الليل في حق النبي صلى الله عليه وسلم والأمة جميعا. ذكر في أول السورة ما يدل على أنه قيام الليل واجب عليه صلى الله عليه وسلم. وهذا القول الثاني أنه خفف عنه وعن الأمة، ومن الأدلة ومن الذي فتهدد به نافلة لك، فجعل زيادة النافلة يعني زيادة في الثواب والأجر وليس بواجب. نعم. شيخنا ناشئة الليل قال القرطبي إيه؟ إن ناشئة الليل قال العلماء ناشئة الليل أي أوقاته وساعاته، لأن أوقاته تنشأ أولا فأولا. يقال نشأ الشيء ينشأ إذا ابتدأ وأقبل شيئا بعد شيء فهو ناشئ، وأنشأه الله فنشأ، ومنه نشأت السحابة إذا بدأت وأنشأها الله فناشئة وأنشأها الله فناشئة فاعلة من نشأت تنشأ فهي ناشئة، ومنه قوله تعالى فناشئة فاعلة فاعلة من نشأت تنشأ فهي ناشئة. ومنه قوله تعالى ومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. والمراد إن ساعات الليل الناشئة فاكتفى بالوصف عن الاسم، فالتأنيث للفظ ساعة لأن كل ساعة تحدث. وقيل الناشئة مصدر بمعنى قيام الليل كالخاطئة والكاذبة، أي إن نشأة الليل هي أشد وطئا. وقيل إن ناشئة الليل قيام الليل. قال ابن مسعود الحبشة يقولون نشأ أي قام، فلعله أراد أن الكلمة عربية ولكنها شائعة في كلام الحبشة غالبة عليهم، وإلا فليس في القرآن ما ليس في لغة العرب. وقد تقدم وإلا فليس في القرآن ما ليس في لغة العرب. وقد تقدم بيان هذا في مقدمة الكتاب مستوفى. طيب. نعم. لما قال بين تعالى في هذه الآية فضل صلاة الليل على صلاة النهار، وأن الاستكثار من صلاة الليل بالقراءة فيها ما أمكن أعظم للأجر وأجلب للثواب. مالك قلناها تكون بعد رقدة بعد نومة. نعم ذكرها شيخنا. قال نعم فما أعظم للأجر. واختلف العلماء في المراد بناشئة الليل، فقال ابن عمر وأنس بن مالك هو ما بين المغرب والعشاء، تمسكا بأن لفظ نشأ يعطي الابتداء فكان بالأولية أحق، ومنه قول الشاعر ولولا أن يقال الصبان صيب لقلت بنفسي النشأ الصغار. وكان علي بن الحسين يصلي بين المغرب والعشاء ويقول هذا ناشئة الليل. وقال عطاء وعكرمة إنه بدء الليل. وقال ابن عباس ومجاهد وغيرهما هي الليل كله، لأنه ينشأ بعد النهار، وهو الذي اختاره مالك بن أنس. قال ابن العربي وهو الذي يعطيه اللفظ وتقتضيه اللغة. وقالت عائشة وابن عباس أيضا ومجاهد إنما الناشئة القيام بالليل بعد النوم، ومن قام أول الليل قبل النوم فما قام ناشئة. وقال من؟ عائشة وابن عباس أيضا ومجاهد إيه؟ إنما الناشئة القيام بالليل بعد النوم، ومن قام أول الليل قبل النوم فما قام ناشئة. قال يمان وابن كيسان هو القيام من آخر الليل. وقال ابن عباس كانت صلاتهم أول الليل،
وذلك أن الإنسان إذا نام لا يدري متى يستيقظ، وفي الصحاح وناشئة الليل أول ساعاته. وقال القتبي إنه ساعات الليل لأنها تنشأ ساعة بعد ساعة، وعن الحسن ومجاهد هي ما بعد العشاء الآخرة إلى الصبح، وعن الحسن أيضا ما كان بعد العشاء فهو ناشئة، ويقال ما ينشأ في الليل من الطاعات، حكاه الجوهري. المقصود أن نشأت الآن الليل وساعاته، وقيل أنه يكون بعد رقته، وقيل أنه مطلقة. نعم، والمعنى أن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا يشد مواطأة القلب على اللسان، وأقوم قيلا يعني لأن الليل تهدأ فيه الحركة والسكون فيتواطأ القلب واللسان على التدبر. وقل وأقوم قيلا، قيل وأقوم إيش؟ وأقوم تكلم على قوله وأقوم قيلا، ها سيأتي لا وأقوم لا الحافظ الحافظ سبق وأقوم قيلا وأقوم قيلا قال يجمع للخاطر في أداء القراءة وتفهمها من قيام النهار لأنه وقت انتشار الناس. أقوم أجمع إيش؟ أجمع للخاطر. نعم، أجمع للخاطر في أداء القراءة وتفهمها. نعم، أجمع من قيام النهار. نعم، قيام النهار فيه لغط وحركة وسكون، لأنه وقت انتشار وقت انتشار الناس، وهذا ولغط الأصوات وأوقات المعاش أشد مواطأة القلب اللسان، وأجمع للخاطر على الحركات بأجل الهدوء وليس فيه حركات من صلاة الليل. إن ناشئة الليل أقوم قيلا، ولهذا كان صلاة الليل لها مزية على، فهي أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، أفضل الصلاة صلاة الليل لما فيها، لأن ناشئة الليل أقوم أولى، إن ناشئة الليل أشد وأطول أشد مواطأة للقلب واللسان، وأجمع الخاطر بسبب الهدوء وسكون الحركات، فلهذا صارت صلاة الليل لها مزية على صلاة النهار. ثم قال إن لك في النهار سبحا طويلة، النهار في وقت طويل فيه متسع لقضاء الحوائج، ففرغ نفسك أفرغ نفسك لقيام الليل، وأما في النهار فاترك لأشغالك فإنه وقت طويل. نعم. ذكر حسن الله أحد الأخوان أن في نوع سادس رؤية الملك الوحي، رؤية الملك على صورته الحقيقية مثل جبريل لما رأى خصوصا لا الرؤية شيء آخر، الرؤية ما رآه رآه على صورة الذي خلق عليها مرتين، مرة في الأرض ومرة في ليلة المعراج، وله 600 جناح، وراه بصور عديدة مرات عديدة. لا الرؤية غير، لكن الوحي كلام في الوحي. لم يوحي إليه بصورته الحقيقية، وتمثل إليه رجل وتمثل إليه. نعم نعم. محتمل يعني التعداد اعتباري. إذا قلنا نعم أوحى وغطى وقال اقرأ. نعم. يكون الصلاة فرضت عليهم مباشرة من الله سبحانه وتعالى. يا أخي بأدب. بدون واسطة. ما يكون هذا نوع؟ هذا بدون واسطة، هذا من وراء الحجاب. من وراء الحجاب. نعم. وذكرنا هذا. صلى الله عليه. ذكر صلى الله عليه برضه أن سقط الصلاة كل تسعة ثم ركعتين. نعم، هذا في هذا نوع. نعم. هذا نوع من أنواع قيام الليل، من أنواع الوتر، أو ترى في الصلاة الأولى أو ترى بتسع ثم صلى ثم صلى ركعتين، حتى صلى لا صلى بثمان، أول صلى ثمان ركعات ثم صلى يقول صلى إيش في الأولى يقول بتسع صلى تسعة شيخ صلى تسعة وجلس في الثامنة وتشهد ثم قام وأتى بتسع. والنوع الثاني أو ترى بسبع أو ترى بسبع وصلى ركعتين بعدها، صلاة الركعتين هي بعد الوتر، هذا في دليل على أن الصلاة بعد الوتر لا بأس بها.
لكن في صلاته في سبعة قال هل جلس في السادسة وقام أو ما ذكر اللي مر تو حديث صلى أو ترى بتسع جلس في الثامنة الله يجلس في السادسة كذا ها اللهم يجلس فيها لا لا شوف هنا لأن في خلاف بعض العلماء يقول يرى أنه يسردها في السبع ولا يجلس إلا في آخرها وأما التسع فإنه يجلس في الثامنة والحادي والأحد عشر يجلس في العاشرة السبع فيه كلام من العلماء قال يجلس ومن قال يسردها سردا ما في جلوس إلا واحد والثلاث كذلك والخمس ثلاث وخمس ما في جلوس في آخر لكن السبع فيه خلاف هنا في الحديث ايش قال عندك أو ترى بسبع بس ما فيه أنه جلس في السادسة نعم هذا يدل على أن الوتر يعني صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنواع أوتر بتسع وأوتر بسبع والغالب وأوتر بثلاث عشرة والغالب إحدى عشرة ركعة هذه ثلاثة أنواع أوتر بسبع أوتر بتسع أوتر بإحدى عشرة أوتر بثلاث عشرة هل فيها أن أوتر بخمس أوتر بثلاث ما في لكنه جاء يوتر لكن أقل كان أقل ما صلى النبي سبع ما فيه أنه ترى بخمسة أو بثلاث كثير ما فيه أجعل الآخر صلاتكم هذا ما بالاستحباب الأمر للاستحباب بدليل والذي صرف عن الوجوب الاستحباب صلاة النبي بعدها ركعتين بعد الوتر ركعتين صرفها عن الوجوب الاستحباب نعم أحسن عليكم قول الحافظ ابن كثير وهي الآنات ما وجدتها في كتب اللغة لكن في التفسير البسيط للواحدي قال وهي قال ناشئة الليل ساعات الليل وآناء الليل أنا نقل عن ابن قتيبة قال هي آناء الليل ما في تاء نقلها الحافظ إيش الواحدي في التفسير البسيط قال ناشئة الليل ساعات الليل وآناء الليل وقال ابن قتيبة هي آناء الليل طيب وآنات ما ذكره ما وجدتها ذكر أحسن الله في المؤجلة النعاس التميم والنعاس لا هذا معنى آخر شيخنا رواية أبي داود في نفس الحديث هذا قال فلما أسن وأخذ اللحم أوتر بسبع ركعات لم يجلس إلا في السادسة والسابعة كذا هذا في أبي داود معنى جلس وفي بعضها أنه جلس في آخرها يعني في خلاف السادسة والسابعة أما التاسع إذا أوتر بتسع يجلس في الثامنة أوتر بأحد عشرة يجلس في العاشرة أوتر بثلاث يسردها ما يجلس في آخرها أوتر بخمس يسردها أوتر بسبع هذا في أبي داود أنه يجلس في السادسة والسابعة ويسلم من السابعة وفي هذا ما يدل على أنه لا يجلس إلا في آخرها يراجع نعم الله عليكم. وقال الثوري ومحمد بن بشر العبدي كلاهما عن مسعر عن سماك عن ابن عباس كان بينهما سنة وقال إيش وقال الثوري نعم ومحمد بن بشر العبدي كلاهما عن مسعر عن سماك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان بينهما سنة وروى ابن جرير عن أبي كريب عن وكيع عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس مثله وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد قال حدثنا مهران عن سفيان عن قيس بن وهب عن أبي عبد الرحمن قال لما نزلت يا أيها المزمل قاموا حولا حتى ورمت أقدامهم وسوقهم حتى نزلت فقرأوا ما تيسر منه قال فاستراح الناس وكذا قال الحسن البصري والسدي وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعيد بن هشام قال فقلت يعني إيش نعم عن أسامة عن زرارة بن أوفى عن سعيد بن هشام عن سعد بن هشام في بعض النسخ قال فقلت يعني لعائشة أخبرينا عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لست تقرأ يا أيها المزمل قلت بلى قالت فإنها كانت قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى انتفخت أقدامهم
وحبس آخرها في السماء 16 شهرا ثم نزل. قال معمر تخرجه قال أخرجه مسلم من طريق قتادة بلفظ حولا بدلا من ستة عشر شهرا. وقال معمر عن قتادة قم الليل إلا قليلا قاموا حولا أو حولين حتى انتفخت سوقهم وأقدامهم فأنزل الله تخفيفها بعد في آخر السورة. وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد قال حدثنا يعقوب القمي عن جعفر عن سعيد هو ابن جبير قال لما أنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم يا أيها المزمل قال مكث النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحال 10 سنين يقوم الليل كما أمره وكانت طائفة من أصحابه يقومون معه فأنزل الله تعالى عليه بعد 10 سنين إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك إلى قوله وأقيموا الصلاة فخفف الله تعالى عنهم بعد 10 سنين. ورواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن عمرو بن رافع عن يعقوب القمي به. تخرجه. قال ضعيف لإرساله. من المرسل؟ نعم. من المرسل؟ قال عن هو سعيد بن جبير. ضعيف 10 سنوات. 10 سنوات. محفوظ حديث عائشة الحول في آخر الحول. نعم. الله. وقال علي بن أبي طلحة عن. هذا الحديث ضعيف فيه أنه وجب على الأمة 10 سنين يصلون، هذا ضعيف وهو شاذ، يعني ضعيف السند وشاذ في المثل. نعم. أحسن الله. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا فشق ذلك على المؤمنين ثم خفف الله تعالى عنهم ورحمهم فأنزل بعد هذا علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله إلى قوله تعالى فقرأوا ما تيسر منه فوسع الله تعالى وله الحمد ولم يضيق. وقوله تعالى واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا أي أكثر من ذكره. ما صرح الأنبياء بكون الصلاة يعني نسخت في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ظاهر الآية عقب الليل الصلاة في الشمس وقوله في آله قم الليل إلا قليلا ظاهر الوجوب وأنه مستمر. يبقى الجواب عن قوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك، كيف يعني زيادة في ثوابك، وهذا لا يمنع أن يكون واجبا، فالواجب يثاب عليه لا يمنع أن يكون واجبا. اسمع يعني شيخنا، لكن ما صرح يعني بالقولين، لا قال القول الثاني والقول الأول. شو القرطبي ذكر القولين ذكر. أفلا أكون عبدا شكورا ما يدل على عدم الوجوب يا شيخنا؟ زيادة يكون يقوم حتى تتفطر قدمه، قال هذا زيادة، لكن أصله واجب. نعم. صلى الله. وقوله تعالى واذكر اسم ربك، يعني القرطبي أو غيره يعني ذكر القولين، يعني قولين متوالين. هنا الحافظ كأنه ذكر القول الأول ضمنا أنه واجب ثم الثاني ثم نسخ عن الجميع. نعم. صلى الله. قوله تعالى واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا أي أكثر من ذكره وانقطع إليه وتفرغ لعبادته إذا فرغت من أشغالك وما تحتاج إليه من أمور دنياك، كما قال تعالى فإذا فرغت فانصب أي إذا فرغت من أشغالك فانصب في طاعته وعبادته لتكون فارغ البال، قاله ابن زيد بمعناه أو قريب منه. قال ابن عباس ومجاهد وابو صالح وعطية والضحاك والسدي وتبتل إليه تبتيلا أي أخلص له العبادة. وقال الحسن اجتهد وأبتل إليه نفسك. وقال ابن جرير يقال للعابد متبتل
ومنه الحديث المروي نهى عن التبتل يعني الانقطاع إلى العبادة وترك التزوج، وقوله تعالى رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، أي هو المالك المتصرف في المشارق والمغارب الذي لا إله إلا هو، وكما أفردته بالعبادة فأفرده بالتوكل فاتخذه وكيلا، كما قال تعالى في الآية الأخرى فاعبده وتوكل عليه، وكقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وآيات كثيرة في هذا المعنى فيها الأمر بإفراد العبادة والطاعة لله وتخصيصه بالتوكل عليه. إيش يفرده إيش؟ رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، نعم، أي هو المالك المتصرف في المشارق والمغارب، نعم، الذي لا إله إلا هو، وكما أفردته بالعبادة فأفرده بالتوكل فاتخذه وكيلا، كما قال تعالى في الآية الأخرى فاعبده وتوكل عليه، وكقوله إياك نعبد وإياك نستعين، وآيات كثيرة في هذا المعنى فيها الأمر بإفراد العبادة والطاعة لله وتخصيصه بالتوكل عليه. نعم. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا، إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. يسوى ربك وتبتل إليه تبتيلا، وتبتل إليه تبتيلا أي أخلص له العبادة. وقال الحسن اجتهد وأبتل إليه نفسك، وقال ابن جرير يقال للعابد متبتل، ومنه الحديث المروي نهى عن التبتل يعني الانقطاع إلى العبادة وترك التزوج. ترك التزوج إنها الزوجة من الثلاثة الذي ذكر اسم ربك، هذا عام، واسم القرآن وغيره، واذكر اسم ربك، واذكر اسم ربك أي أكثر من ذكره وانقطع إليه وتفرغ لعبادته إذا فرغت من أشغالك وما تحتاج إليه من أمور دنياك، كما قال تعالى فإذا فرغت فانصب، أي إذا فرغت من أشغالك فانصب في طاعته وعبادته لتكون فارغ البال. قاله ابن زيد بمعناه أو قريب. إيش أي إذا فرغت من أشغالك، نعم، فانصب في طاعته وعبادته لتكون فارغ البال، قاله ابن زيد بمعناه أو قريب منه. وكان مذكر اسم ربك عام يشفى القرآن وغيره، وتبت إليه عاد القرآن انقطع إليه، نعم، إذا فرغت يكون، نعم. قال قوله تعالى والقرطبي طبعا هذا، واذكر اسم ربك ادعه بأسمائه الحسنى ليحصل لك مع الصلاة محمود العاقبة، وقيل اقصد بعملك وجه ربك، وقال سهل اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في ابتداء صلاتك توصلك بركة قراءتها إلى ربك وتقطعك عما سواه، وقيل اذكر اسم ربك في وعده ووعيده لتوفر على طاعته، لتتوفر، وقيل اذكر اسم ربك في وعده ووعيده لتتوفر على طاعته وتعدل عن معصيته، وقال الكلبي صل لربك أي بالنهار، قلت وهذا حسن، فإنه لما ذكر الليل ذكر النهار إذ هو قسيمه، وقد قال الله تعالى وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر على ما تقدم. ثم قال قوله تعالى وتبتل إليه تبتيلا، ذكر الصفة النبي صلى الله عليه وسلم بحق ذكر
عدة أقوال. ممكن سيأتي كلام الحافظ ولا لا؟ الحافظ سيأتي شيء من هذا؟ مختصر كلام ها؟ لا تقدم شهر كلام الحافظ ولا ولا يذكر في آخره، ما يذكر شيء في آخره في الآية الأخيرة. كم طويلة الحافظ عليها سيأتي لها الآن قريب الآية الأخيرة ها؟ إيه. طيب كمل أجل كلام القرطبي حتى إيش. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. يعني انت قال في الآية واصبر على ما يقولون واذكر اسم ربك، يعني اذكر اسمك بقراءة القرآن وغيره، وثبت انقطع إليه في العبادة. ثم قال واصبر على ما يقول، يعني اشتغل بالعبادة وبذكر الله، واصبر على قولهم وهجرهم هجرا جميلا، فإن الله تعالى كافيك ما أرادوك، فأنت عليك أن تشتغل بالعبادة وتنقطع إلى الله، وعليك أن تصبر على قولهم، فالعاقبة الحميدة لك ولأتباعك. نعم. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا، إن لدينا أنكالا وجحيما، وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا، إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، السماء منفطر به كان وعده مفعولا. قال الحافظ رحمه الله: يقول تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم بالصبر على ما يقوله من كذبه من سفهاء قومه. يقول تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم بالصبر على ما يقوله من كذبه من سفهاء قومه، وأن يهجرهم هجرا جميلا، وهو الذي لا عتاب معه. ثم قال له متوعدا لكفار قومه ومتهددا، وهو العظيم الذي لا يقوم لغضبه شيء، وذرني والمكذبين أولي النعمة، أي دعني والمكذبين المترفين أصحاب الأموال، فإنهم أقدر على الطاعة من غيرهم، وهم يطالبون من الحقوق ما ليس عند غيرهم، وهم يطالبون من الحقوق بما ليس عند غيرهم. فإيش ثم قال تعالى؟ يقول تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم بالصبر على ما يقوله من كذبه من سفهاء قومه، وأن يهجرهم هجرا جميلا، وهو الذي لا عتاب معه. ثم قال له متوعدا لكفار قومه ومتهددا، وهو العظيم الذي لا يقوم لغضبه شيء، وذرني والمكذبين أولي النعمة، أي دعني والمكذبين المترفين أصحاب الأموال، فإنهم أقدر على الطاعة من غيرهم، وهم يطالبون من الحقوق بما ليس عند غيرهم، ومهلهم قليلا، أي رويدا، كما قال تعالى نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ولهذا قال هاهنا إن لدينا أنكالا، وهي القيود. قاله ابن عباس وعكرمة وطاووس ومحمد بن كعب وعبد الله بن بريدة وأبو عمران الجوني وأبو مجلز والضحاك وحماد بن أبي سلمان حماد بن أبي سليمان صلى الله عليه وسلم.
وقتادة والسدي وابن المبارك والثوري وغير واحد. صلى الله عليه. نعم. قال وجحيمة وهي السعير المضطرمة. إن لدينا أنكالا. إن لدينا أنكالا وهي القيود. نعم. قاله ابن عباس وعكرمة وطاووس ومحمد بن كعب وعبد الله بن بريدة وأبو عمران الجولي وأبو مجلز والضحاك وحماد بن أبي سليمان وقتادة والسدي وابن المبارك والثوري. يعني كان القيود. نعم. صلى الله عليكم. وغير واحد. وجحيمة وهي السعير المضطرمة وطعام ذا غصة. قال ابن عباس ينشب في الحلق فلا يدخل ولا يخرج. وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال أي تزلزل. وكانت الجبال كثيبا مهيلا أي تصير ككثبان الرمل بعدما كانت حجارة صماء. أي تصير ككثبان الرمل بعدما كانت حجارة صماء. ثم إنها تنسف نسفا فلا يبقى منها شيء إلا ذهب حتى تصير الأرض قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا أي واديا ولا أمتا أي رابية. ومعناه لا شيء ينخفض ولا شيء يرتفع. وما معناه؟ قال ومعناه لا شيء ينخفض ولا شيء يرتفع. نعم. لا شيء يرتفع ولا قال ايش تفسير ليش؟ وكانت الجبال كثيبا مهيلة. نعم. قال أي تصير ككثبان الرمل بعدما كانت حجارة صماء. نعم. ثم إنها تنسف نسفا فلا يبقى منها شيء إلا ذهب حتى تصير الأرض قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا أي واديا ولا أمتا أي رابية. ومعناه لا شيء ينخفض ولا شيء يرتفع. متساوي مستوي. نعم. ثم قال مخاطبا لكفار قريش والمراد سائر الناس إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم أي بأعمالكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي والثوري أخذا وبيلا أي شديدا. نعم. أي فاحذروا أنتم أن تكذبوا هذا الرسول فيصيبكم ما أصاب فرعون حيث أخذه الله أخذ عزيز مقتدر كما قال تعالى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. وأنتم أولى بالهلاك والدمار إن كذبتم لأن رسولكم أشرف وأعظم من موسى بن عمران ويروى عن ابن عباس ومجاهد. نعم. هذا في هذا وعيد شديد الكفار. إن لدينا أنكالا وجحيمة واصبر على ما يقولون يعني تحمل واصبر فالعاقبة الحميدة لك. قال في آية الأخرى فاصبر كما صبروا العزم من الرسل يعني تأسى لك بهم أسوة. اصبر على ما يقولون ساحر شاعر مجنون اصبر فالعاقبة الحميدة لك. وهجرهم يعني اتركهم هجر بلا عتاب وهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين وللنعمة ومن القليل. هذا وعيد شديد يعني اتركني وهؤلاء المكذبين أصحاب النعمة أصحاب الترف والأموال ومهلهم قليلا أمهلهم والدنيا كلها قليل فسوف يأتيهم العذاب وسوف يلقون الشدة إن عاجلا أو آجلا. وذن المكذبين والنعمة ومهلهم قليلا. ثم قال إن لدينا أنكالا قيود ثقيلة وجحيما نار الحامية وطعاما ذا غصة هو الطعام الذي الزقوم الذي يأكله الكافر يغص به يكون في حلقه لا يدخل ولا يخرج. إذا كان وجحيم وطعاما ذا غصة
وعذابا أليما. كل هذا معد ومصد لهؤلاء المكذبين. ترجع المكذبين لنعمهم قليلا إن لدينا قيول كان القيول وجحيمة وهو النار تصلونها وطعام ذا غصة وسقوم الذي لا قال ينشب في الحلق فلا يدخل ولا يخرج الذي لا يروي لا هل هو يعني الضريع أو ضريع غيره أو الزقوم سقوم يدخل يكون في الحلق لا يدخل ولا يخرج هذا عذاب وعذاب أليم وعذاب أعم عذاب أليم عطف من عطف العام على الخاص ذي أنكال وجحيم وطعام لغصة كل هذا خاص ثم قالوا عذاب أليم هذا عام يوم ترجف نعم قل يوم ترجف الأرض يوم ترجف الأرض في يوم القيامة رجفة تزلزل وتكون جبال كثيبة مهيلة تكون كثية يعني بعد أن كانت حجارة صمة ثم كثيب كالرمل ثم بعد ذلك تتلاشى وتزول وتسير كأنها سراب نعم صلى الله عليكم. نعم لا الأرض المحشر في المحشر يوم القيامة ويوم ينادي المنادي مكان مكان قريب يوم يسمع الصيحة بالحق أرض المحشر هي أرض فلسطين يوم ترجع في الأرض ويوم تبدل الأرض غير الأرض هذا نعم هذا تبديل يعني الصفات لا تبديل ذات سؤال النبي صلى الله عليه وسلم يكون الناس سيئة متبدل الأرض قال عند الجسر أو على الجسر أو عند الجسر نعم. وقوله تعالى فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا يحتمل أن يكون يوما معمولا لتتقون كما حكاه ابن جرير عن قراءة ابن مسعود فكيف تخافون أيها الناس يوما يجعل الولدان شيبا إن كفرتم بالله ولم تصدقوا به كذا يكون استفهام إنكار فكيف أقول فكيف تتقون نعم كيف تحذرون نعم نعم يحتمل أن يكون يوما معمولا لتتقون كما حكاه ابن جرير عن قراءة ابن مسعود فكيف تخافون أيها الناس يوما يجعل الولدان شيبا إن كفرتم بالله ولم تصدقوا به ويحتمل أن يكون معمولا لكفرتم فعلى الأول كيف يحصل لكم أمان من يوم هذا الفزع العظيم إن كفرتم وعلى الثاني كيف يحصل لكم تقوى إن كفرتم يوم القيامة وجحدتموه وكلاهما معنى حسن ولكن الأول أولى والله أعلم نعم الأول إيش ما هو الأول لعله الأول معمولا لتتقون كما حكاه يقول فكيف تتقون إيش يوما معمول لتتقون نعم. والثاني قال الثاني معمولا لكفرتم كيف تتقون كيف يحصل لكم أمان في يوم القيامة إلا من يوم هذا الفزع نعم والثاني كيف يحصل لكم تقوى إن كفرتم يوم القيامة نعم فكيف تتقون إن كفرتم كيف أو كيف تتقون هذا اليوم ويوم القيامة نعم ومعنى قوله يوما يجعل الولدان شيبا أي من شدة أهواله وزلازله وبلابله وذلك حين يقول الله لآدم ابعث بعث النار فيقول من كم فيقول من كل 1999 وتسعون عندك إيش عندك 90 لا هي مرة كانت معنا قبل لكن من كل 1999 إلى نعم. النار نعم وواحد إلى الجنة
قال الطبراني حدثنا يحيى بن أيوب العلاف قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا نافع بن يزيد قال حدثنا عثمان بن عطاء الخراساني عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ يوما يجعل الولدان شيبا قال ذلك يوم القيامة وذلك يوم يقول الله لآدم قم فابعث من ذريتك بعثا إلى النار قال من كم يا رب قال من كل 1999 وينجو واحد فاشتد ذلك على المسلمين وعرف ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال حين أبصر ذلك في وجوههم إن بني آدم كثير وإن يأجوج ومأجوج من ولد آدم وإنه لا يموت منهم رجل حتى يرثه لصلبه 1000 رجل ففيهم وفي أشباههم جنة لكم حتى إيش شيء قبله حتى وإنه لا يموت منهم رجل حتى يراد صلبه 1000 رجل إيه وحتى يرثه إيش هون يقول شيخنا وإنه لا يموت منهم رجل حتى يرثه لصلبه 1000 رجل وفي نسخة ابن الجوزي يقول حتى يرى صلى الله عليكم الطبراني أيضا حتى يرثه حتى إيش حتى يرثه لا يعني موضوع الصلب هي لعل يرثه أو لا يرثه لصلبه 1000 رجل أو يرى قد تحتمل نعم صلى الله عليكم قال هذا حديث غريب وقد تقدم في أول سورة الحج ذكر هذه الأحاديث وقوله السماء منفطر به قال الحسن وقتاده أي بسببه من شدته وهوله ومنهم من يعيد الضمير على الله عز وجل وروي عن ابن عباس ومجاهد وليس بقوي لأنه لم يجري له ذكر هاهنا صلى الله إليكم وقوله تعالى كان وعده مفعولا أي كان وعد هذا اليوم مفعولا أي واقعا لا محالة وكائنا لا محيد عنه صلى الله إليكم نعم وقوله تعالى السماء منفطر به قال الحسن وقتاده أي بسببه من شدته وهوله ومنهم من يعيد الضمير على الله عز وجل وروي عن ابن عباس ومجاهد وليس بقوي لأنه لم يجري له ذكر هاهنا وإنه منفطر به يوم القيامة يعود الضمير على إيش أو يقول بسببه من شدته وهوله ومنهم من يعود إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة من شدته وهوله عز الله هذا بعيد نعم بعيد وقوله تعالى ك فطر به تشك يعني مشقة يعني المعنى أي بسبب مشدته وهوله معنى قريب نعم وقوله تعالى كان وعده مفعولا أي كان وعد هذا اليوم مفعولا أي واقعا لا محالة وكائنا لا محيد عنه نعم وقوله تعالى كان وعده مفعولا أي كان وعد هذا اليوم مفعولا أي واقعا لا محالة وكائنا لا محيد عنه نعم صلى الله عليك نعم كان وعد مفعولا نعم أي كان وعد هذا اليوم مفعولا أي واقعا لا محالة وكائنا لا محيد عنه نعم هذا كله
بيان أن هذا اليوم يوم عظيم ويجاز فيه الخلائق ويحاسبون. توعد الله الكفار على كفرهم وعنادهم، قال إن لدينا أنكالا وجحيما وطعما أصوا على ابن عليما يوم ترجف الأرض والجبال وكان الجبال كثيبا مهيلا، فكيف تتقون هذا اليوم أو تتقون الله؟ إن كفرتم هذا اليوم يجعل الولدان شيبا، السماء مفطر كان وعده مفطر به بشدة الهول يوم القيامة. وقيل الضمير رضي الله هذا بعيد، كان وعده مفعولا يعني آتيا، وعد الله آت المحقق في يوم القيامة لا بد منه، ولا بد من لقاء الله عز وجل. فيجازي الخلائق ويحاسبهم على أعمالهم. فقل إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. الآية ما تتكلم إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، نعم أي بأعمالكم. إنا أرسلنا إليكم إيش؟ وقوله تعالى ثم قال مخاطبا لكفار قريش، نعم، والمراد سائر الناس، إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم أي بأعمالكم، نعم، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذنا أخذا وبيلا. قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي والثوري أخذا وبيلا أي شديدا، أي فاحذروا أنتم أن تكذبوا هذا الرسول فيصيبكم ما أصاب فرعون، حيث أخذه الله أخذ عزيز مقتدر كما قال تعالى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، وأنتم أولى بالهلاك والدمار إن كذبتم، لأن رسولكم أشرف وأعظم من موسى بن عمران. ويروى عن ابن عباس ومجاهد إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم يعني شاهدا بأعمالكم، وهذه الأمة تشهد على الأمم ثم يشهد عليها نبيها، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا شاهدا عليكم بأعمالكم. كيف يشهد عليهم بأعمالهم وهو لم يرهم في آخر الزمان؟ هل تورض عليه أعمالهم؟ بعضهم قال تورض الأعمال ولكنها ضعيف هذا، لأن لما جاء في الحديث الصحيح أنه يزداد قوم عن الحوض يقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. إلا أرسلنا إليكم شاهدا عليكم كما أرسلنا فرعون الرسول فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذ وبيلا. فعصى فرعون الرسول ركل الرسول إذا أعيد كما أرسلنا فرعون الرسول فعصى فرعون الرسول، أل هنا تعود إلى الرسول السابق ويكون واحد، أما إذا كان نكرة يكون اثنان هنا واحد. إنا أرسلناكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول هو موسى رسولا والرسول، فأخذنا أخذ وبيل أخذا شديدا. كيف تتقون هذا اليوم يوم القيامة وشديد الأهوال؟ إن كفرتم استمرتم على كفركم، هذا اليوم يجعل ذلك شيبا، السماء منفطر به كان وعده مفعولا. نعم ثم قال تعالى إن هذه تذكرة، أحسن الله إليكم، إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا
وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. يقول تعالى إن هذه أي السورة تذكرة أي يتذكر بها أولو الألباب، ولهذا قال فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، أي ممن شاء الله هدايته كما قيده في السورة الأخرى كما قيده في السورة الأخرى. يقول تعالى إن هذه أي السورة تذكرة أي يتذكر بها أولو الألباب، ولهذا قال فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، أي ممن شاء الله هدايته. إن هذه السورة تذكرة، فمن شاء الله هدايته تذكر، ومن لم يرد هدايته فلا تذكر. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، نعم، أي يتذكر بها أولو الألباب، ولهذا قال تعالى فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، أي ممن شاء الله هدايته كما قيده في السورة الأخرى. وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. ثم قال إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، أي تارة هكذا وتارة هكذا، وذلك كله من غير قصد منكم، ولكن لا تقدرون على المواظبة على ما أمركم به في قيام الليل. ثم قال تعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. لا طويل، باقي صفحتين وشوي. طيب نقف على هذا. شوف كلام القرطبي قال لك إن ربك يعلم. نعم، هذه الآية إيه الأقوال في القرطبي ذكرت أنت فيها قول عنه. قال القرطبي رحمه الله في تفسيره قال الخامسة، قال بعض العلماء قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه نسخ قيام الليل ونصفه والنقصان من النصف والزيادة عليه. نسخ قيام الليل ونصفه والنقصان عليه والزيادة عليه. ثم احتمل قول الله عز وجل فاقرأوا ما تيسر منه معنيين، أحدهما أن يكون فرضا ثابتا لأنه أزيل به فرض غيره، والآخر أن يكون فرضا منسوخا أزيل بغيره كما أزيل به غيره، وذلك لقول الله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ثم احتمل قول الله عز وجل فاقرأوا ما تيسر منه معنيين، أحدهما أن يكون فرضا ثابتا لأنه أزيل به فرض غيره، والآخر أن يكون فرضا منسوخا أزيل بغيره كما أزيل به غيره، وذلك لقول الله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فاحتمل قوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك أن يتهجد بغير الذي فرض عليه مما تيسر منه. قال الشافعي فكان الواجب طلب الاستدلال بالسنة على أحد المعنيين، فوجدنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على ألا واجب من الصلاة إلا الخمس. السادسة، قال القشيري أبو نصر والمشهور أن نسخ قيام الليل كان في حق الأمة وبقيت الفريضة في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل نسخ التقدير بمقدار وبقي أصل الوجوب كقوله تعالى فما استيسر من الهدي، فالهدي لا بد منه، كذلك لم يكن بد من صلاة الليل ولكن فوض قدره إلى اختيار المصلي. وعلى هذا فقد قال قوم فرض قيام الليل بالقليل باق، وهو مذهب الحسن، وقال قوم نسخ بالكلية فلا تجب صلاة الليل أصلا، وهو مذهب الشافعي، ولعل الفريضة التي بقيت في حق النبي صلى الله عليه وسلم هي هذا، وهو قيامه ومقداره مفوض إلى خيرته. لما قلت له أن بقي قيام الليل على الأمة كلها هذا يحتاج إلى دليل. نعم، وكيف يجب عنها أن الله لا يجب للصلوات الخمس، هذا في حق الأمة. كيف نسبة الحسن يقول أنه باقي قيام الليل في حق الأمة؟ قال قوم فرض قيام الليل
باق بالقليل باق، وهو مذهب الحسن. هذا ليس بصحيح، يدل على خمس صلوات يكتمل الله في اليوم على العباد. نعم هذا ضعيف، لكن الكلام في حق النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الخلاف. ايش بعده؟ وإذا ثبت أن القيام ليس فرضا فقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه معناه اقرأوا إن تيسر عليكم ذلك وصلوا إن شئتم، وصار قوم إلى أن النسخ بالكلية تقرر في حق النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، فما كانت صلاة الليل واجبة عليه. وقوله نافلة لك محمول على حقيقة النفل، ومن قال نسخ المقدار وبقي أصل وجوب قيام الليل ثم نسخ فهذا النسخ الثاني وقع ببيان مواقيت الصلاة كقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس. ومن قال إيش؟ أحسن الله عليكم. ومن قال نسخ المقدار وبقي أصل وجوب قيام الليل ثم نسخ فهذا النسخ الثاني وقع ببيان مواقيت الصلاة. طيب إن شاء الله غدا إن شاء الله نشوف كلام الحافظ على الآية ونعود إلى كلام القطب في هذا. الشيخ بن باز، الشيخ بن باز سئل هل قيام الليل هو واجب على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال به قال بعض أهل العلم وفيه خلاف بين أهل العلم، لأن الله قال فتهجد أمر، قالوا فهذا يدل على الوجوب، وبعضهم قال لا على السنية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل قال له رجل يا رسول الله هل علي غير الصلوات الخمس؟ قال لا إلا أن تطوع، والرسول صلى الله عليه وسلم داخل في الأوامر. سأتي إن شاء الله، إن شاء الله وفق الله الجميع. صلى الله سبحانه وتعالى.